دخلتم وموجودين معايا، لكن الموضوع يخص الرجاله والستات. وبحاول ان انا اخد الورد الاحمر البلدي الجميل بتاعنا اللي بيظهر احيانا في الربيع والصيف وبيكون ريحته حلوه جدا، وهو ده اللي انتي محتاجاه، الورد الاحمر البلدي. اوكي، كميه على حسب امكانياتك، على حسب الموجود. يعني كان في حاجه حصلت معايا في امريكا، يعني قبل ما غادر امريكا في السفرية الاخيرة ليا اللي هي من كام شهر، وانا بقطع الورد كده، بيحبني ان شاء الله عنه، محباني بيحبني ان شاء الله عنه، امه محباني ياسر ان شاء الله عنه، امه عند ابوه محباني، وتفضلي تقطعي الورد بتاعك وتشتمي في اللي ما بيحبكيش. اللي بيحبني بيحبني لنفسي، واللي بيكرهني بيكرهني لانه جواه سواد اعظم. الورد للناس الجميلة اهم حاجة انه ما يكونش فيه مية، مش عايزة مية تخش جوه في الشغل بتاعي. اعتقد انه اي واحد بيحب مراته او حبيبته او خطيبته ممكن جاب لها ورد، اتمنى ان هي ما ترمهوش. اذا شفتيني دلوقتي وانت بتقلبي اقعدي لمصلحتك، هاخد اكبر عدد ممكن واخلي وحنزل بالسكينة بتاعتي وحاول اخد القلب من الصبارة بتاعتي هنا كده، وبغسلها كويس قوي، بحمينها يعني بالليفة والصابونة عشان نتأكد انه ما فيهاش اي مادة او طينة يعني. اوكي، وهبتدي ان انا اقشر الصبار. عند بص كده اشوف ايه الاخبار فوق، 19 ولا كام دي. حطوا حاجات على شعرهم، عند شعرهم بيتكسر. تكسير الشعرة، تكسير الشعرة، نجيب البولة اهو. تكسير الشعراية بيكون من مواد بتأدي لجفاف الشعر عموما. الهير ستايل الطريقة اللي بيحطوا فيها، وهاخد شوية ورد هنا على البورد بتاعي عشان تشوفوا هعمل ايه، واشيل الاخضر منها. بسم الله. I think انتوا كده شايفين. Alright, yeah. Can I like this? Okay. وهبتدي ان انا اقطع الورد بالسكينة كده عشان اخليه حتة صغيرة شوية على قد ما اقدر. لازم في ايدي عشان يجي فيها صبارة. علشان لما ابتدي اشتغل فيه ما يضايقنيش يعني، لكن انا ممكن احطه سليم. اوكي، عذبي بقى في الوردية بتاعتك اللي قربت تموت، قطعي امها عند ابوها كده. يا ابي لو تبطلي قلة ادب، انا حاسة ومقتنعة 100% ان الناس بتفرجون علي بيحبون طبيعتي anyway. فانا مش حابب طريقة ابي، يتفضل من غير ما ترد. بسم الله الرحمن الرحيم. وصفة فعالة وهتكون ريحتها حلوة طبيعية، فيهاش اي مواد تضر. نعم، اجين هحاول ان انا اخد اكبر كمية من الروزماري علشان كمان ده يبقى علاج. كذا 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 كذا، ممكن تضربينها في الفود بروسيسر اللي هي بتقطع دي، ممكن تضربينها بمدفعية بتاعتك على مزاجك. يعني انا شايفة ان انا اقطعها بالمدفعية بتاعتي لأحسن. هجرب الاول بالفود بروسيسر كده واشوف، لانه ما فيهاش سوائل كتير. وعلشان كده انا محضره صبار متقشر جاهز، لانه الاحتياطي انه ده الكميه ده في الصبار والورد والروزماري لما هتختلط مع بعضياتها
احتمال وارد ان انا احتاج قطعتين صبار احتياطي، عشان كده انا مقطعاها اوريدي. فهجيب هنا الفود بروسيسور بتاعتي وهنزل شوية شوية كده. اشوف هيحصل ايه، هحتاج صبار تاني ولا لا. Here we go. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت على الله. هبتدي اطحن شمع عسل من عند عطار مصري، وهذا شمع عسل حبيبات من الاونلاين، اشتريته من الامازون يعني باختصار. الشمع ده او ده، اذا انت راجل انصحك تروح للعطار تشتري من عنده شمع عسل. وانت راجع عدي كده هو المارشدير تحت الكوبري، هتلاقي واحد جناين، خد منه صبارة وبكي ورد صالح بيه مراتك. شمع العسل، هنولع النور على الهادي. Let's start. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مكعبين شبه مكعبات في الثلج اللي في الفريزر. This one I have to take half of this. بنحفظه في برطمان عشان ما ينشفش. مكعبين شبه مكعبات التلج اللي في الفريزر بالحجم يعني. احسن تروحي تجيبي تلج تشليني. يس، حطيهم في الحجم. اركن انت، مش بتعب، مش هنا، مش في التيك توك الحاجات بتاعت بره. اوه ياه، لو القطار طلع عندك ما عندوش ضمير تقدر تشتريه برضو من الاونلاين الشمع اليابس. بحاول اسيح الشمع، بيكون هذا هو شكله. المواد الطبيعية اللي انا هحطها على شمع العسل للتثبيت مش اكتر، كمان علشان تحفظ لي المواد اللي انا حطاها دهيا. شمع العسل محتاجة معاه ملعقة من الفازلين الطبي، بتروليان فازلين ملعقة، اكل ملعقة اكل من البتروليان فازلين فوق شمع العسل. المرحلة دي انا بسيح المواد بتاعتي على نار هادي. That's the key. هو ده المفتاح، الفازلين مع شمع العسل. مواد مرطبة لفروة الرأس مش الرأس. Alright. زيت الزيتون، البكر من عند اي مكان. وهحاول ان انا ادمج الشمعة بتاعتي مع الفازلين وحنزل عليها بملعقتين من زيت الزيتون. واحد، اثنين، ثلاث ملاعق زيت زيتون اصلي من فضلكم مش ملون. طبعا كلكم عارفين ان ده اصلا مخلوط بجرجير، اذا عندك وعملاه استعمليه. اوكي، الخلطة دي هديها لابني باختصار، انت هو خنيس قاعد في الخن. النهاردة بقى اجازة، سو هو جاي علشان ياخد الوصفة بتاعته، عشان شعره افري افريكا من افريقيا. ملعقة كمان من زيت الجوز هند، الهند ام العجاية. يبقى كده ايه ناقص يا ابي؟ ناقص اختياري.
يا اما زبده شيا، يا اما زبده مانجا، يا اما زبده افوكادو. طبعا ده زغلول، هديله معاك، هديله من الفود من الافوكادو، هديله من الافوكادو، زبده الافوكادو، افوكادو ملعقه ثانيه مليانه من زبده الافوكادو فوق مجموعه الزيوت المعالجه. يس، وسيبيهم يسيحوا مع بعضهم. يس، ما تحطيش حاجة في الميكروويف لأنه ممكن تحرقيه. نصيحة يعني، عشان في شوية حلموحاتنا حنيح بيقولوا لكم حطوا شمع العسل في الميكروويف عشان يسيح. ما انصحكيش، انحرق مني مرة أمام الكاميرا في لايف وكده. أنا بدمج حاجاتي دهيا مع شمع العسل. المطري اللي يخلي شمع العسل المثبت ما ينشفش الشعراية هي مجموعة الزيوت الكاملة المتكاملة اللي انتم شايفينها امامكم دهيا، اللي بتدوب حاليا مع شمع العسل مع زبدة الافوكادو او زبدة الشيا او زبدة المانجا. هي ورقة تكتب فيها مكونات اللي انا قلتها. هنبتدي نشتغل بالشويش واحدة واحدة، وزي ما علمت الناس اللي بيشوفونني ان انا بنزل بسنة سنة وبضرب. بسم الله الرحمن الرحيم. اقلل السرعة شوية وابتدي اضرب الورد بتاعي الاحمر البلدي مع مكوناتي المرطبة لتثبيت حروف الشعر الهايش. كريم الورد اللي ابني مستنيه علشان اعمله له من الصبار الطبيعي اللي لونه اصبح روز بامبي. اللي فاضل ممكن تخليه طالما اتظبطت معاكي وتعملي بيه كمية تانية لوردة تانية. سحر جو برطمان. وهحاول انزل اللي على المكنه